فاذا يجي لك كده في عندنا رسمه في الكتاب اللي هي التلات كرافات المطاف دول. يقول لك ده طبعا واحد او صفر واحد صفر واحد اثنين ثلاثة صفر واحد اثنين ثلاثة صفر واحد اثنين ثلاثة تمام. طبعا ده ايه واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. يقول لك احنا قلنا من شوية ان النورمال بتاع ال هناخد نقطة كده من هنا النورمال بتاع ال اف اي ال اف في سي اللي هي 5 لتر فبالتالي اهوت وبتتم في 3 سكند فنيجي عند الصفر نقف كده فوق خالص قوم عامل خط كده اهو قوم نازل كده لحد ما اوصل عند ايه ال 2 لتر ده تمام اهو. فبالتالي المقدار ده هو من 7 ل 5 اهو هلاقي 5 لتر 5 لتر 5 لتر ده طبعا اللي هو الاف اي الاف في سي تمام. طبعا احنا قلنا هنيجي عند ال 1 سكند ده يعني انا طبعا الرسم هنا مش دقيق قوي بس يعني القيم دي زي ما احنا قلنا ثابته هيبقى الاف اي في 1 الاف اي في 1 اللي هو تقريبا ايه 4 لتر طبعا من عند ايه من عند ال زي ما احنا شايفين كده من عند 3 اهو وجيت عند الواحد سكند اهوت وقمت ايه معلم. يبقى ده كده الاف اي في 1 والاف في سي تمام 5 لتر وطبعا ده ايه 4 لتر زي ما احنا شايفينه. طب ايه رايكم تعالوا كده اما نرسم بقى الكيرف بتاع ايه الاوبستراكتيف ديزيز. انتوا قلتوا لي ان الاوبستراكتيف ديزيز الاثنين قالوا تمام يعني مثلا الاف اي في 1 بقى ايه بقى مثلا 3 لتر تمام يعني قل اهوت بنسبه مثلا 2 لتر المفروض ان هو 5 بقى 3 لتر. طب الاف اي في 1 يقل يبقى 3 لتر 2 لتر تمام يبقى نيجي اهوت برضو عند 7 اهو. خلي بالك عشان ممكن يجيب لك الكيرفز دي في الامتحان عشان تشخص بها مرض اصلي تمام. ده كده الاربعه اهو فده كده الاف في سي وده طبعا ايه هاجي عند اول سنه هنا اهوت هيبقى الاف اي في 1 فاجي ابص الاقي ده 2 لتر اهوت وده مثلا ايه حوالي ايه يعني نقول مثلا 3 لتر ونص 3 لتر ونص يعني من عند 4 ونص اهو كده. طب هاجي ابص الاقي ايه الاف في سي 3 لتر ونص يعني الاف في سي قل بنسبه لتر ونص بس. طب الاف اي في 1 2 لتر اللي هو كان اصلا في الطبيعه 4 يعني قل بنسبه لترين فبالتالي الاف اي في 1 في حاله الاوبستراكتيف ديزيز يبقى ديت نورمال اهي ودي طبعا ايه اوبستراكتيف تمام. طب ايه رايكم في الريستريكتيف ديزيز يعني الريستريكتيف ديزيز في معظم الاحوال هلاقي ايه الاثنين تقريبا بقوا بيساووا ايه 4 لتر فاجي الاقي ابص على الاف اي الاف في سي اهي طبعا الاف في سي طبعا لو جيت عملت عليها نقط كده طلعت هلاقي الاف اي في 1 برضو تقريبا هتساوي 4 لتر دي بتساوي كده 4 لتر تمام. فطبعا الاف في سي قلت بنسبه لتر والاف اي في 1 تقريبا فضلت ثابته اقول لك حاجه بسيطه يعني قلت عن ال 4 لتر مثلا بقت 3 لتر 8 من 10 فاهمني. فاجي ابص الريستريكتيف ديزيز هلاقي الاف اي في 1 على الاف في سي طبعا ايه ريديوسد او ايه بتساوي الواحد او تقريبا ايه نورمال يعني يعني في بعض الحالات باجي الاقي فيها الاف اي في 1 على بالمره فانكشن تيست اصلا ايه نورمال. طيب معلش احنا ما اتكلمناش عن حته التوتال لان كاباسيتي
في حاله الريستريكتيف لانج ديزيز. طبعا اللانج فيها ريستريكشن، كميه الهواء اللي بتدخل اصلا قليله، فمنطقي ان يبقى كميه الهواء اصلا اللي متخزنه في اللانج عندي ايه؟ قليل. تمام. يبقى اذا ده يا جماعه بالنسبه لاهم جزء على الاطلاق في الشابتر، يعني ده اهم جزء في الشابتر على الاطلاق. تمام. هنتكلم بعد كده بقى عن اجزاء في الشابتر، يعني عايز اقول لكم ان هي ممكن يكون موجوده في الامتحان قليل جدا جدا. يعني مثلا الموضوع اللي هنتكلم عنه بعد كده هو الميكانيزم اوف بريسنج. الميكانيزم اوف بريسنج او الميكانيكس ايه اوف بريسنج، يعني هنشوف انت الواحد بيتنفس ازاي. طب تعالى نتكلم الاول كده على حته المسلز بتاعت الانسبيريشن، يعني والمسلز بتاعت الاكسبيريشن والكلام ده. احنا طبعا عارفين ان الانسبيريشن ده عباره عن اكتيف فورسز، فبالتالي في مسل اصلا بتشارك عندي في الانسبيريشن. تمام. فطبعا الدايفرام ده اشهر مسل او اهم مسل على الاطلاق في الانسبيريشن. يبقى انا عندي لو ده كده البادي اهو، عندي تو لانجس، يعني رسم كده كروكي يعني مثلا بيقولوا، في هنا دايفرام. الدايفرام ده الاكشن بتاعه غريب شويه، اما بيعمل كونتراكشن بينزل لتحت، يعني لما بيحصل له كونتراكشن بينزل لتحت. تمام. فبيضغط على الابدومينال كونتنت، فطبعا بيوسع الانتراثوراسيك ايه فوليوم يعني. وبعدين في اصلا في اورجنز ليه كده او ماسكه اصلا في الريبس، فبتشد كمان الريبس لبره لما يحصل له كونتراكشن. فبالتالي التوتال اكشن بتاعه وسع لي الشيست، فبالتالي هيزود لي الفوليوم بتاعه، فبالتالي هيبدا الهواء يدخل. تمام. يبقى المسل المسؤوله عن الدايفرام، المسؤوله عن الاسبيريشن هي الدايفرام. تمام. دي طبعا في حالات النورمال، احنا طبعا عارفين ان الفينيك نيرف بيغذي. طيب في عندي برضو حاجه اسمها الاكسترنال انتركوستال مسل. تمام. يعني الريبس زي ما احنا عارفين كده في خلايا، في عضلات اسمها اكسترنال انتركوستال مسل، ولكن دي انا ما بستخدمهاش اصلا في الطبيعي. ناخد بالنا انسبيريشن اكسترنال، اكسبيريشن انترنال. تمام. عشان ما تلخبطش يعني كل حاجه وعكسها. تمام. انا مش هستخدم الاكسبيراتوري الاكسترنال انتركوستال مسل الا لو انا عندي ريسبيراتوري ديستريس او انا مثلا فورس اكسبيريشن، يعني العضلات الخارجيه ديت ما بتستخدمش غير في حالات المجهود الشديد، لكن الدايفرام قايم طبعا بلوجيك بزياده. طب الاكسبيريشن يا دكتور، مسل اوف اكسبيريشن ايه؟ انت لسه قايل لنا ان الاكسبيريشن باسيف، فاذا نورمالي ما فيش مسل مسؤول عن الاكسبيريشن. اللنج عامله زي البالونه، لو انت نفخت البالونه هواء، البالونه بتطلع الهواء اللي موجود فيها بكل بساطه من غير اي مجهود. طب امتى هنستخدم مسل؟ لو حضرتك في حاله ريسبيراتوري ديستريس. تمام. يعني لو في ريسبيراتوري ديستريس انا هبدا استخدم ايه؟ المسل. انهي مسل اللي استخدمها؟ عندي ابدومينال مسل، يعني تحت كده في الابدومينال كافيتي، ما حضرتك بترفع الضغط هنا بتضغط على الدفرام فبيضغط على اللنج فبتطلع الهواء. تمام. يبقى اذا الابدومينال مسل بتشارك بجزء كبير جدا في حاله الفورسد اكسبيريشن. او الانترنال انتركوستال مسل زي ما احنا قلنا، لانها بتشد الضلوع لجوه، بتشد الريبس كده ناحيه جوه فبتضغط على اللنج فالهواء بيطلع ايه من اللنج. يبقى اذا دي كده الميكانكس بتاعت الايه البريسنج. تعالوا نتكلم على الموضوع اللي بعد كده اللي هو الكومبلاينس. وطبعا انا عايز كل الناس تركز معايا، لان الموضوع ده يعني يكاد يكون متكرر في شابتر الكارديولوجي الكارديوفيسيولوجي يعني، وفي نفس الوقت موضوع عايز فهمه. كلمه كومبلاينس ترجمتها باللغه العربيه اللي هو طواعيه. تمام. يعني الحاجه دي بتاخد وتدي معاك بالعربي كده. تمام. فاذا اللونج ده عباره عن الاستيك تيشو بياخد ويدي معاك. اللونج عباره عن الاستيك تيشو بياخد ويدي معاك كده. طبعا كان ليها اسم اخر بس في شابتر الكارديولوجي اللي هو الكاباسيتانس. تمام. طب هي الكومبلاينس هيساوي ايه؟ الكومبلاينس دوت هيساوي اللي تشينج السي ده هيساوي الفي على البي، اللي تشينج اللي حصل في الفوليوم نتيجه التشينج اللي حصل في البريشر في على البي. تمام. طبعا ده كلام تلصب، احنا هنوضحه دلوقتي. يقول لك الكومبلاينس ده بيمثل الليونه بتاعت اللونج، يعني كل ما اللنج كانت لينه اكتر كل ما الكومبلانس بتاعها هيبقى اعلى. يقول لك ديسكرايب ذا ديستنسبيليتي اوف ذا لنج. تمام. الكلام اللي مكتوب عندك في الكتاب ديسكرايب ذا ديستنسبيليتي اوف ذا لنج.
طيب يقول لك برضو ان الكومبلانس الكلام الغريب برضو اللي ناس كتير قوي بتلخبط فيه، يقول لك الكومبلانس انفرسلي ريليتد تو الاستنس. يا دكتور ده كلام مش منطقي خالص. يعني انت حضرتك لسه قايل ان هو بيديسكرايب الديستنسابيلتي، فمنطقي جدا ان هو يتناسب طردي مع الديستنسابيلتي او الاستنس. يقول لك لا، هو ليه الكومبلانس بيتناسب عكسي مع الالاستيستي؟ لان لو ما كانش حصل الاستيستي، او لو ما كانش فيه الاستيستي ما كانش فيه حاجه اسمها الاستيك ريكويل. واحنا لسه قايلين ان 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 اللنج ان الكومبلانس بيساوي التشنج في الفوليوم نتيجه التشنج في البريشر. فبالتالي لو بصينا على المعادله دي، لو الفوليوم عندي زاد يبقى الكومبلانس، يعني الكومبلانس هيتناسب تناسب طردي مع الحاجات اللي بتزود الفوليوم بتاع اللنج، وهيتناسب تناسب عكسي مع الحاجات اللي بتزود البريشر. تمام؟ يبقى تاني كده يا جماعه، الكومبلانس هيتناسب تناسب طردي مع الحاجات اللي هتزود الفوليوم، وتناسب عكسي مع الحاجات اللي هتزود البريشر. طب بالراحه بقى كده وفهموا معايا، لو دي كده اللنج عندي، اللنج طبعا احنا هنمثلها بشكل ايه؟ بالونه كده. هو يعني ايه الاستيستي؟ يعني حاجه هتعمل الاستيك رول. ماذا تعني كلمه الاستيك رول؟ يعني رجوع. تمام؟ يعني الاستيستي اللي موجود عندي، طالما اصل دي كده ميزه من مميزات الاستيستي في البايو فيزيكس، الاستيستي من مميزاتها ان لازم يبقى في حاجه اسمها الاستيك رول. فكلمه الاستيك رول يعني يا فرحه ما تمت، انت زودت لي الحجم، بس الحجم يعني ايه متلازم بنقص في الحجم تاني. تمام؟ فاذا كلمه الاستيستي يعني نقص في الحجم تاني، يعني الاستيك ريكويل، فبالتالي هتقلل الفوليوم. فاحنا اتفقنا على قاعده ان اللي هيقلل الفوليوم هيقلل الكومبلانس، ما ده برضه هيزود البريشر. انا قصدي خلي بالك، انا مش عايزك تعتقد ان البريشر اللي انا بقصده البريشر بتاع ضغط جوه اللانج، لا ده انا اقصد البريشر المبذول على الول عندي ده اهو. فده طبعا زودت البريشر، يبقى تتناسب تناسب عكسي زي ما احنا قلنا فعلا. تمام؟ يبقى خلي بالك، لو كانت مش من خصائص الالاستيستي الالاستيك ريكويل، يعني لو كان الالاستيك ريكويل ده مش من خصائص الالاستيستي، كنا قلنا احنا قلبنا جامد جدا، ده تناسب تناسب طرد. ولكن للاسف ده من وظائف او من خصائص الالاستيستي حته موضوع الالاستيك ريكويل ده. تمام؟ فاذا عشان توضحها لنفسك، يعني يتناسب طرديا مع الالاستيستي نتيجه الالاستيك ريكويل اللي موجود عندي. تمام؟ يبقى اذا ده الفرق في الحجم اهو، يبقى التشنج في الفوليوم دلتا في على دلتا بي. دلتا في ده اهو الفوليوم اللي بتتغير ده. يعني مثلا كانت الالفيولاي او اللانج قبل ما اعمل ضغط كانت عامله كده مثلا اهي، وبعد ما عملت ضغط بقت عامله بالشكل ده. فبالتالي اللي تشنج في الفوليوم هو البص عندي، اللي تشنج في البرجر الضغط بقى المبذول اللي هو في الاتجاه المعاكس، اللي هو كل فعل رد فعل مساوي له في مقدار ومضاد له في الاتجاه. ماشي يا قوم؟ يبقى اذا ده بالنسبه لمعادله الكومبلاينس، نفهمها الجزء ده من ضمن الحاجات اللي الناس بتتلخبط ايه فيه. طب حضرتك عملت لي الضغط، هو ايه الضغط اصلا يا جماعه اللي مبذول عندي على الوول بتاعت اللنج؟ لو جينا بصينا على الرسمه اللي فوق ديت، طبعا في ضغط من بره هنا في الجزء ده، دي جزء البلوره. تمام؟ في ضغط من جوه هنا، الجوه هنا ده الالفيولاي وبره ده البلورال. فاذا هقول على الضغط اللي مبذول على الوول دوت وول يعني ميورال، يبقى اذا ترانس ميورال بريشر هيساوي الفرق ما بين الضغطين دول. يبقى الضغط اللي مبذول عندي على الوول بتاعت اللنج اللي هو اسمه ترانس ميورال بريشر هيساوي الفرق ما بين الانترا الفولار بريشر والانترا بلورال ايه بريشر. تمام؟ يبقى اذا خلاص، يبقى ده اول نقطه عندي اللي هي ترانس ميورال بريشر. طب ايه رايكم لو البريشر بره اللنج اهوت عالي؟ يعني ايه عالي؟ انا بكلمك في النورمال ستيت، البريشر جوه اللنج بيساوي الاتموسفير. خد بالك بس دي حاجه نظريه كده، لو انت مش هتتنفس هيبقى البريشر اللي موجود عندي في اللنج بيساوي الاتموسفيريك بريشر. والبريشر اللي موجود هنا، طب ايه رايك لو هو طلع بوزيتيف؟ انا عندي ثلاث قيمه يا جماعه هتكلم عنها. الضغط عندي لا اما يبقى زيرو، لا اما بوزيتيف، لا اما نيجاتيف. ايه الكلام ده؟ هو الكلام ده مقارنه بالاتموسفيريك بريشر. لو الضغط عندي بيساوي الاتموسفيريك اقول عليه زيرو، لو هو اقل من الاتموسفيريك هقول عليه نيجاتيف، لو هو اعلى من الاتموسفيريك هقول عليه ايه؟ بوزيتيف. تمام؟ طيب لو الضغط ده بيساوي، لو الضغط اللي موجود في البلوره ده هو بوزيتيف، واخدين بالكم معايا؟ يبقى لو الضغط اللي موجود الاوتسايد بتاع اللنج ده اهو بوزيتيف، اللنج هيحصل لها كولابس، لانه اعلى من اللي جوه. ما هو اللي جوه بيساوي صفر، هو بيساوي الاتموسفيريك بريشر، يبقى اللنج هيحصل لها كولابس. ده
طب لو هو نيجاتيف اللنج يحصل لها اكسباند، يبقى لان ده قوه بتاثر على اللون بتاعه اللنج. تمام، يبقى اذا دي قاعده لازم نفهمها عشان نفهم الميكانكس اصلا بتاعه البريسنج. طبعا يقول لك الانفليشن او الانسبيريشن فولو انذر كيرف زان الاكسبيريشن. طيب احنا اتكلمنا من شويه قلنا ان الانسبيريشن اصلا عباره عن اكتيف بروسيس، يعني انا بستخدم مجموعه من العضلات عشان اقوم بالانسبيريشن. طبعا احنا قلنا العضله الرئيسيه هي الدايفرام. تمام، طيب هو احنا بنستخدم اصلا العضلات ليه في حاله الانسبيريشن؟ لان بكل بساطه انا محتاج اتغلب على المقاومه بتاعه الاير واي، ومحتاج ان انا اعمل ايه، اعمل انفليشن للالفيولاي اللي هي ايه تقريبا يعني ايه منكمشه. تمام، زي بالظبط ما بتيجي تنفخ البالونه، انت بتاخد مجهود اصلا عشان تنفخ بالونه معينه. ليه؟ لان في ريزيستنس الاسيستي اللي موجوده بتقاوم قصادك، يعني كانه بالظبط لكل فعل رد فعل مساوي له في المضاد ومضاد له في الاتجاه. فبالتالي انا هلاقي الكيرف بتاع الانسبيريشن مش عكس الكيرف بتاع الاكسبيريشن. انا المفروض متوقع الانسبيريشن هيبقى عكس الاكسبيريشن، يعني الشكل اللي بتاعهم متطابق بس واخد شكل عكس. لا، ده انا هاجي ابص الاقي الكيرف بتاع الانسبيريشن واخد شكل مختلف تماما. احنا هنعلل الكلام ده بان يبقى انا عندي كده ايه، ده كده البريجر عندي، تمام، وطبعا ده ايه الفوليوم. فالحجم العلاقه ما بين البريجر والفوليوم، هاجي ابص على الكيرف بتاع الانسبيريشن هلاقيه واخد المنحنى ده، يعني فيه شويه ريزيستنس كده، وبعد كده طبعا ايه زي ما احنا عارفين الكيرف بيثبت. تمام، يعني الكيرف طالع كده ايه زي ما احنا بنقول طالع بمراحل. تمام، طبعا احنا قلنا ان الكومبلاينس، في معلومه كده هنعرفها، ان الكومبلاينس في النص بيبقى افضل شيء، يعني في البدايه خالص اللنج بتبقى كولابسد. تمام، فالكومبلاينس بتاعها بيبقى ضعيف، وفي النهايه خالص الكومبلاينس عندي بيبقى صفر، يعني الجزء ده يعني بعد ما تملى اللنج ما عادش اصلا قادره تستوعب هواء تاني، فبالتالي ما بيبقاش في تشنج في الفوليوم. فبالتالي طالما ما فيش في تشنج في الفوليوم يبقى ما فيش كومبلاينس. فبالتالي هاجي ابص الاقي الكيرف عندي هنا بدا يثبت، وفي البدايه كان الكيرف ايه، الكيرف عندي مش قليل، فالكومبلانس في البدايه والنهايه قليلين، وطبعا في النص هنا عندي ايه افضل مرحله من مراحل ايه الكومبلانس. تمام، يبقى اذا ده الكيرف بتاع الانسبيريشن. فعشان كده يجي يقول لك ايه، يجي يقول لك ان في الميدل رينج اوف بريشر كومبلانس از جريتست. احنا بنتكلم عن الحته دي كده كميدل رينج اوف بريشر، يبقى الكومبلانس جريتست في الجزئيه دي كده يعني. طب لو جيت ابص على الكيرف بتاع الاكسبيريشن حاجه الاقي الكيرف نازل بشكل ايه مرن كده بالشكل ده اهو. تمام، تمام، يبقى اذا ده اكسبيريشن. طب والاكسبيريشن واخد الكيرف ده ليه؟ لان بكل بساطه احنا قلنا الاكسبيريشن ده عباره عن باسيف بروسيس، مفيش اصلا اي مقاومه اصلا بتقابله، ده انا عباره عن شويه الاستيك ريكويل بيحصله يقوم مطلعين الهواء، يعني مفيش التفاصيل اصلا بتاعه الكومبلاينس اللي جوه، وان الحجم اصلا بيقف فالكومبلاينس خلاص بينتهي، وان انا عندي ايه الميدل رينج اوف بريشر بيبقى فيه اعلى كومبلاينس. تمام، فبالتالي يقول لك ايه في الهاي اكسباندنج بريشر الكومبلاينس لوست. تمام، واللونج ار ليست ديستنسبل، يعني بكل بساطه انت اما تنفخ البالونه على الاخر، البالونه في ليها قدره ان انا ادخل فيها هواء زياده؟ لا خلاص، البالونه خدت اقصى قدره ليها، فبالتالي اللنج يقول لك ليس ديستنسبل، يعني اللنج خلاص ما عادتش بتتمط معايا. تمام، يبقى اذا ده يا جماعه بالنسبه للكيرف بتاع الكومبلانس. اجي ابص طبعا الاقي حته الفلاتنينج اللي حصلت هنا ديت، الفلاتنينج اللي حصل هنا ده نتيجه ان انا عندي خلاص اللنج ما عادتش قادره تستوعب حاجه. طيب انا عايز اسال سؤال دلوقتي بكل بساطه، ايه رايكم الكومبلانس بتاع اللنج لوحدها، الكومبلانس بتاع اللنج لوحدها، ناخد بالنا كده لانج لوحدها او الشيست قول لوحده، يبقى اذا ده كده لوحده. تمام، او اللانج والشيست قول، يبقى ده كده لوحده ككومبلاينس وده كده لوحده ككومبلاينس، او الاثنين كده مع بعض ككومبلاينس. ايه رايكم انهي كومبلاينس اكتر؟ احنا طبعا لو رجعنا للقوانين بتاعه الكومبلاينس يعني نقدر نفهمها لنفسنا بكل بساطه خالص، يعني احنا قلنا ان الكومبلانس بيتناسب تناسب عكسي مع الاستفنس. تمام، كومبلانس بيتناسب تناسب عكسي مع الاستفنس، فبالتالي انا عندي الكومبلانس بتاع الشيست خلاص احنا اقل من الكومبلانس بتاع اللنج،
لان الشيست عندي بيبقى عباره عن بون ومصل، اللنج عباره عن لاستيك تيشو، فالكومبلانس بتاعها اقل من الشيست. تمام. طب اللنج كومبلانس بتاعها عالي، الكومبلانس بتاعها اعلى من الشيست. طب اما اجي اعمل كومبايند كومبلانس يقول لك اقل من الشيست لوحده واقل من اللنج لوحده. ليه؟ لان بكل بساطه انت ضفت طبقه، يعني ضفت اللنج ده اهي، تخيل معايا كده ان ده كده الوول، انا هاخد كاني باخد سيكشن في الثوراسيك كيج كده، ده كده الوول بتاعت الثوراسيك كيج. تمام. دي كده الشيست وول، تخيل انت ضفت لها كمان طبقه اللي هي طبقه اللنج، فطبعا الموضوع بقى سك. تمام. بقى مور ستيف، هي اللنج مور كومبلاينس، بس انا بتكلم ان انا ضفت اصلا للسكنس بتاعها ايه، طبقه ازيد، فبالتالي الكومبلاينس بتاع مجموع الاثنين اللنج والشيست وول على بعض هيبقى اقل من الشيست وول لوحده واقل من اللنج لوحده. تمام. يبقى اذا الكومبلاينس بتاع اللنج والشيست وول اقل من اللنج الوحيده واقل من الشيست وول ايه لوحده. تمام. طيب يقول لك في حته في وقت الريست، يعني وانت قاعد في اثناء الريست، احنا قلنا ان اللنج بيبقى فيها ايه، حاجه اسمها اف ار سي، لو تفتكروا احنا قلنا اللنج فيها اف ار سي. تمام. يعني اللنج فيها اف ار سي، اف ار سي اللي هو الفانكشنال ريسيدوال كاباسيتي، اللي كانت عباره عن ايه يا جماعه، عباره عن الاكسبيراتوري ريسيرف فوليوم والريسيدوال فوليوم، لو انا قاعد في ريست ما بعملش اي مجهود خالص يعني. طب ايه رايكم يعني ال 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 الهواء لو انا قاعد في ريست ما بعملش اي مجهود، ما بدخلش نفس اصلا، وطبعا ده مش منطقي، ده ما بتحصلش، الضغط بتاع الهواء جوه اللنج بيساوي الاتموسفيرك بريشر. تمام. الضغط بتاع الهواء جوه اللنج بيساوي الاتموسفيرك بريشر، فبالتالي يقول لك ايه، تحت هذه الظروف، تحت هذه الظروف، فبالتالي زي ما احنا قلنا تحت هذه الظروف ايه بقى، اللنج ما بيحصلهاش كولابس والشيست ولا ما بيحصلوش اكسبانشن. تعال خلينا نوضح الكلام ده بشكل اوضح شويه. احنا قلنا ان انا عندي ده كده اللنج اهي، دي كده شيست وول، فطبعا قلنا ان الضغط عندي جوه اللنج هنا اهو، دول الالفيولاي، المفروض ان هو يتساوى مع الاتموسفيريك بريشر. تمام. يبقى اذا انا الضغط هنا البريشر هنا هيساوي ايه، اتموسفيريك. تمام. فيقول لك تحت هذه الظروف اثناء الريست لما الضغط هنا بيتساوى مع الـ مع الـ مع الاتموسفيريك بريشر، هلاقي ايه، هلاقي عندي قوتين متساويتين في المقدار ومتضادتين في الاتجاه. القوة الأولانية يا جماعة هي قوة الشيست وول، الشيست وول عندها قوة أو عندها كاركتر من الكاركتر بتاعتها إن هي بتكسباند لبره. تمام. واللونج بيبقى طبيعتها الكاركتر بتاعتها إن هي بتكولابس لجوه. تمام. أنا عندي في الحالة اللي هي الـ FRC في الوقت اللي الأتموسفيريك بريشر، ان الضغط جوه اللنج بيساوي الاتموسفيريك بريشر، بلاقي القوتين دول متضادتين في الاتجاه ومتساويتين في المقدار. تمام. يبقى هما متساويتين في المقدار ومتضادتين في الاتجاه، فبالتالي انا عندي ايه، انا عندي لا الشيست وول بيحصل لها اكسباند ولا اللنج بيحصل لها كولابس. تمام. ده امتى؟ ده في حاله الاف ار سي، اما انا اكون قاعد في الريست الضغط عندي جوه اللورا بيساوي الاتموسفيريك بريشر، وبالتالي نتيجه القوتين ده هم يا جماعه الضغط في الانترا بلورال سبيس بيبقى نيجاتيف. نيجاتيف يعني ايه؟ يعني ليه زان الاتموسفيريك بريشر؟ ما احنا ناخد بالنا كده، ما هو اصلا لو كان بيبقى مور زان الاتموسفيريك بريشر كان زمان اللنج بيحصل لها كولابسنج، وحتى لو ما كانش، لو كان بيتساوى معاه يعني كان مثلا زي اللي جوه، فطبعا ده كان الشيست وول ديت ما كانش هيحصل لها، كان هيحصل لها اكسبانشن، يعني الشيست وول دي كان هيحصل لها اكسبانشن، ما كانتش هتفضل في وضعها الطبيعي. فاذا نتيجه ان القوتين دول متضادتين في الاتجاه ومتساويتين في المقدار، الشيست وول ما بيحصل لهاش اكسبانشن ولا اللنج بيحصل لها كولابس، والضغط جوه باللورا بيبقى نيجاتيف لزا الاتموسفيريك بريشر. طب ايه راي حضراتكم لو احنا قمنا رايحين عاملين ايه، قمنا رايحين فاتحين كده يعني ايه فتحه في الشيست وول، يعني مثلا واحد خد اوبن شيست انجري كده، واخد مثلا خد مطوه في المكان ده، فبالتالي بدات ادخل هواء، فبالتالي الهواء اللي جوه هنا او الضغط اللي جوه هنا بقى بوزيتيف. تمام. بالذات كمان لما يبقى ايه، اما يبقى الووند اللي حصل ده فلاب ووند، يعني حاجه عامله زي الفالف كده بتدخل الهواء لكن ما بتطلعوش،
فبتحبس الهواء جوه، فالهواء بيبقى بوزيتيف. فايه رايكم، ايه اللي انتوا هتتخيلوه اللي هيحصل في اللنج؟ اللنج هيبدا يحصل لها كولابس، تمام؟ لان القواعد الميكانكس بتاعت البريستنج عندي اختلت يا جماعه. احنا قلنا اللنج كده في حاله توازن، التوازن ده انت عملت له خلل نتيجه ايه؟ نتيجه انت دخلت لي هواء عندي هنا في اللنج، فعملت بوزيتيف بريشر كانترا بلور بريشر، فاللنج هيبدا يحصل لها ايه؟ كولابس، تمام؟ ده بالنسبه ل اللنج في حاله الريست. طبعا حاله ان انا دخلت هواء ديت نوموثوركس. طب طبق لي كده الكومبلانس اللي احنا خدناه في حالات الحالات المرضيه اللي احنا ناخدها في الباثولوجي. عندي مثال مثلا انفيزيم، اما نيجي ناخد الكلام ده في الباثولوجي، اه طبعا الكلام ده يعني مشروح في فيديوهات الباثولوجي، الناس تقدر ترجع له حتى قبل ما تبص في الفسيولوجي، يعني من باب العلم بالشيء، بس الناس اللي عندها فضول يعني. خدنا ان الانفيزيم عباره عن ايه؟ عباره عن انبالانس ما بين الالاستيز والانتلاستيز. فالمحصله النهائيه ان انا بدات اقطع الالاستيك فايبر، يعني لو دي الفيلاي عندي مثلا، الالاستيك فايبر اللي موجود فيها بدا يتاكل، تمام؟ فطبعا الالاستيك فايبر ما يتاكل الكومبلانس يبقى اعلى. ليه؟ لان الالاستيك فايبر كان بيعمل حاجه اسمها الاستيك ريكول، كان بيقلل الحجم، فبالتالي انا ما عدتش اعمل حاجه اسمها الاستيك ريكول، انا هكبر الحجم بس مش هرجعه تاني. لو تفتكروا ان انا قلت لكم هو بيتناسب تناسب عكسي مع الكومبلاين مع الالاستيستي نتيجه حته الالاستيك ريكول، وحتى قمت قايل لكم لو ما كانش فيه الاستيك ريكول ده انا كنت ممكن اقول ان هو بيتناسب تناسب طردي. فاذا في حاله الانفيزيما هلاقي الكومبلانس ايه؟ عالي، فالكولابس بتاع اللنج بيبقى ديكريزد، يعني اللنج ما عندهاش ايه؟ ما عندهاش الرغبه في ان هي يحصل لها كولابس، مع ان دي الكاركتر بتاعتها، فاهمني؟ فبالتالي اللنج ما بيحصلهاش كولابس، تمام؟ لا ده كمان اللنج بدات تحصل لها اكسبانشن نتيجه ان الكومبلانس بتاعها ايه؟ علي. فاللنج حجمها كبر، تمام؟ بالعربي كده اللنج هي بقى حجمها ايه؟ كبير. فبالتالي بكل منطقيه الشيست وول اللي كان مكفيها بقى مش مقضيها، فبالتالي هبقى الشيست وول عندي بدا ياكواير انيو هاير اف ار سي. الشيست وول عندي بدا ياكواير انيو higher FRC. يعني ايه الكلام ده اهو؟ يعني انا كنت في الحاله الطبيعيه اللنج بتاعتي مثلا حجمها كمثال مثلا حجمها سيدي 5 لتر، بعد كده بقت 7 لتر مثلا، بقت 6 لتر. فطبعا انا في حاله ال 5 لتر كان عندي FRC بنسبه معينه، فبالتالي لما تبقى 7 لتر النسبه هتكبر، وبعدين الشيست كمان زاد في الحجم، تمام؟ هنيجي نتكلم في الباثولوجي هنعرف ان هو عمل حاجه اسمها بارال شيبد شيست، الانتروبوسير دامتر بتاع الشيست بدا يزيد عندي. ليه؟ عشان يستوعب اللنج بالحجم الجديد، عشان في ميكانكس كده اصلا بتاثر، في قوه بتاثر على الشيست وول عندي. طب ايه رايكم لو احنا عكسنا الموضوع وقلنا ان الالفيولا ده حصل فيها ايه؟ فايبروزس. فبالتالي الفايبروز ده انا حطيت فايبرس تيشو، الفايبرس تيشو ده مش زي الالاستيك تيشو، فبالتالي الكومبلانس بتاع اللنج بدا ايه؟ يقل، لانه زوق عمل ستيفنس، يعني الفايبرس تيشو كانه بقى محوط ايه؟ اللنج عندي، فعمل ستيفنس، فبالتالي الكومبلانس قل، فبالتالي حجم اللنج بدا يقل، تمام؟ الكومبلانس قل فبالتالي حجم اللنج بدا يقل، فبالتالي اللنج بيقول لك بدات تاكواير نيو لور اف ار سي، تمام؟ اللنج ده كان حجمها كده، اه لا ده بقى حجمها مثلا كده اهو. ده حجم اللنج الجديد. فبالتالي الاف ار سي اللي كان الاول مثلا نسبه من 5 لتر، اللنج مثلا بقى حجمها 3 لتر، فبالتالي الاف ار سي هيبدا ايه؟ يقل عندي. فاذا دي يا جماعه حته تراي تو اكواير ا نيو هاير اف ار سي او ا نيو لور ايه؟ اف ار سي. وطبعا عندي كيرف بيمثل ايه حته الاف ار سي اللي علت والاف ار سي اللي قلت يعني. وكمان الكيرف اللي عندي اللي بيمثل الكومبلاينس بتاع الكومبايند كومبلاينس بتاع اللنج والشيست وول ايه؟ سيستم.